داعش يهدد بغزوة في الرباط وتسوليزم يستضيف دعشوش. بعد حلقة السياسة والراب دون بيك وديزي دراس يردون على المبيدين. فرنسا وبعد خصام طويل تعود لحضن المغرب. في فقرة أخبار غريبة وزير التربية الوطنية جوكوني بالغاب. مرحبا بكم في برنامج تسوليز. هاد 15 يوم دازو فيها شلاح حوايج مغير داكشي ديال النعيش، ولكن غادي نبداو مع اهم حدث اللي هو احتفال ديال حركه 20 فبراير بالسنه الرابعه ديالها، وغادي نشوفوا شي لحظات اللي حد الان في الاعلام الرسمي ما كيدوزوهاش. نخليكم معاه. اسقاط الحكومه، اسمع صوت الشعب. هادشي كان شحال هادي؟ ما دابا حنا في العهد الجديد والدستور الجديد، وحنا في عهد بن كيران اللي كون ما كانش 20 فبراير كاع ما يدير الكرافات، غير هي بقات حاجة وحدة، الدستور دازت عليه 3 سنين ومازال ما نزلوش. أنا بغي الدستور ينزل الحقيقة وندوزو، وراه كاين التبن وندوزو ويدوزو الحقيقة، التبن تبنا إن وتن الناس يصوتوا بالظلم. هي في الحقيقة القضية مازال متبنة، وداكشي علاش الناس ما مسوقاش الانتخابات، كيف ما شفنا في الحلقة اللي فاتت. هذيك الحلقة اللي كاعاد شي ناس ما فهمش القضيه ديال ما بغيتش 11 ديال البيغ والقالب. انت كيفاش بان لك القالب البيغ؟ انا كما قال ما كنديهاش عليه، قال لي المغرب جميل ما نديهاش عليه، قال لي المغرب خايب ما غنديهاش عليه. كما دار داك السيد ما بقيتش تنتيقو. علاش كيخربق؟ تيبقى كل مره جاب لنا بلان في شكل وكل واحد كيمشي على بالو. قال لي الا انت ضربتي ليه بهذه الدياله غادي يقول غير القالب السبب باش يدوزك. وتكونيزم يا اللي مخبين ورا البيسيات أن نسبة إقبال على الانتخابات هي معيار حقيقي ديال التقدم والوعي ديال الشعوب والأمم. تجلس في داركم واش بقى تهلل واش بقى تعاير و زعما تكريتيكي نيجاتيفمون؟ عشان حتى شي واحد كيقول لهم أنا ما تابع حتى شي حزب لحد الآن. اليوم النهار الفلان فلان اللي هو 14 15 16 فبراير، لكن لحد الان ما كنتاميش شي حزب وما كيبان ليا الضوء حتى شي حزب. هذا هذه رساله للناس اللي ما باغينش ولا اللي ما متفقينش مع هادشي كامل. كنقولوا لهم يعطيونا حلول اخرين، حيت حنا ما عرفنا نقدر هادشي، حنا اللي فكرنا فيه هو اللي قدرنا نوصلوا ليه. الا قدرتوا نتوما توصلوا لشي حلول اخرى. زادت ليكيب ديال التسوليزم كاميرا ومشات وقفت واحد ما تيعرفش يقاد ياك الهضره وصوراته ودار بوم، فهمتيني؟ ضحكات عليه امة لا اله الا الله على صفحه دي على الصور ديال القبولات. واش انت معها او لا؟ ضد بات كل ضد، ما غير 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 متناول الجميع. البوسان غير في متناول الجميع. واخا شكرا. وشكرا. هذاك السيد قد يكون اي واحد منا، علاش تضحك فيه أمة لا إله الله؟ ما بغاتش تفهم لي هذه القضية. نهار غادي يبان لي نهار نخرج ونقول لكم أنا من هذا الحزب، حيث أول حق كمواطن نتبعو ننتمي ليه وندافع عليه ونخرج في الآخرين اللي ضده. علاش بدلت؟ يمكن الفلوس خرطني، يمكن عالم ما بليش شرني ولا الدنيا قرطني، يمكن السيستم بدلني. ومن حقك تولي برلماني كاع، مالا ما تجيش معاك؟ راه عندك نفس الشجر. يلا الدراري باش ما تبقاوش مقلقين معايا، تسوليزم غادي يساهم معاكم في الحمله الدعائيه باش الناس تمشي تصوت. لما طيحش فاش بغاو بيا اليوم راه تكاين كلشي في يدك صاحبي، دير اللي غيفيدك وتنجا وتنجي معنا تنجي معنا. تقيد قبل ما تصيد. انا نقول هذه الرساله هذه لهاد الناس اللي تيشوهوا الوطن، راه حرام عليكم تشوهوا هذه البلاد حرام. واش بغيتو تبقاو تضحكوا علينا؟ وحشوم عليكم. وتقيد قبل ما تصيد. الو غيتا. وعلى سلامتك، راه تقياد ساله هي تصيدنا. ودابا غادي ندوزو لاهم خبر دولي اللي هو داعشي اللي هدد بغزوه الرباط. سوليزم في هذه الحلقه كنصادفو من الاراضي الشام داعشوش. سيدة شوش، واش ما بان لكمش الحلقه اللي فاتت بان المغاربه ما حاملينكم ما قابلينكم، باغين غير يعيشوا؟ اش جايين باغين ديروا؟ تمنى حنايا جايين طالبين ضيافه النبي،
رحنا جايين نقيموا الخلافة إن شاء الله. وإلا كنتو ناويين تجيو بديك الأسطول ديال الطوموبيلات راه ما يسحب لكمش بحال الشوارع ديال بنغازي والشام. أنا ما كنصحكمش تجيو الرباط بعدا وكازا، راه تحلو غير مع لومبوطياج ومالي الطاكسيات والله لا عتقولكم. سنغزوها بالترامواي إن شاء الله. ولكن هادو عشتكم كل مرة كتهدو بغزوة، مرة في باريس، مرة في أمريكان، مرة بغزوة الرباط، علاش ما فكرتوش ديرو في شي غزوة في تل أبيب واخا هي قريبة على الرباط؟ واتمنى حنا يجدنا شي إسرائيل. حرمنا كل شيء إباحي إلا جهاد النكاح، يا قاطع الراس وينك يا قاطع الراس وينك. وأخيرا المغرب وفرنسا رجعوا في العلاقة ديال التعاون الأمني والقضائي بعد واحد القطيعة اللي طوالت، ولكن فرنسا طاح ليها هاد التصالح بغسيل الفندق. نخليكم مع التقرير. أخصمك أسيبك لا. أشنا هي الدبلوماسية ديال بصح؟ واش هي صفقة، تعاقد ولا تبادل المعلومات؟ في فرنسا الدبلوماسية هي الميدالية. عبد اللطيف الحموشي مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني غادي تشح قريبا بوسام جوقة الشرف بدرجة ضابط من طرف برنارد كازنيف. يحلي اللي فرنسا هبطت السروال بعد الأحداث ديال شارلي إبدو. سبيل التعاون القضائي والأمني الله ينعلبو شي حقوق الإنسان. وخاد شي كامل ما قرش المغرب. جوج صحفيين فرنسيين جاو يديروا روبورتاج على قبل لافير ديال تروا اللي في سويسرا، صيفطوا لهم 30 بوليسي اللي اقتحموا المقر ديال الجمعيه. حتى هما اش داهم يقلبوا على شي تروا؟ خليونا حنا نقلبوا عليها. اين هي التروا؟ اين هي التروا؟ هل هي في الجبال ام في البحار ام في الفوسفات؟ إنها في سويسرا ولقد عفى الله عما سلف. الفقرة ديال الأخبار الغريبة نبدأ بأول خبر فيه إثبات علمي لشيخ سعودي بأن الأرض لا تدور. أن الأرض ثابتة لا تتحرك، وهذا هو مقتضى النصوص ومقتضى العقل أصلا. ركزوا معي، هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور وتأتي الصين ولا ما تأتي؟ تخاف على شي واحد دابا يجي ويقول لنا الأرض مسطحة بمرة؟ فهذه دللت على أنه الأرض هي مسطحة. الخبر الثاني الغريب هو أن وزير التربية الوطنية المغربي سولته صحافيا فرانس 24 وجاوبها جوكوني بالغاب، طلع وزير غير دستوري، ولكن حتى المغاربه ما كيعرفوش. هو كنعرفو ولكن السميه وقالت كيفاش عليا شويه. وزير التربيه والتعليم الاسم ديالو الحسن الداودي. حاليا لا، حيت انا في العدل ما عرفتوش. وزير التربيه والتعليم واش وزير دابا ديال دابا؟ لا ما عرفتوش بصراحه. لا لا كوزير كنعرفو سميتو. السميه ديالو شنقول لك كنعرفو حتى مشات لي السميه. مازال عارفوش لان بليبر ديال الوزراء ما معروفينش السميات ديالهم حيت كاين جداد. لا ما تعرفوش اللي عاد ولا جديد والله ما كنعرف سميتو. لا الصراحه التعليم ماشي الداودي وزير التربيه والتعليم كنعرفو القديم ماشي جديد. لا ما عرفوش، كنعرفي الوفا بالمختار جو بونس. برافو ما عندي مسالك. ايوا كيفاش كيجيكم ان وزير مغربي وزير التربيه الوطنيه ما كيعرفش العربيه؟ الصحفيه الفرنسيه قال لها جو كوني با لا راه قال لها ما كنعرفش العربيه. واش بالنسبه لك هذا الجواب عادي كمغربي؟ شنو هي الخدمه ديالو هو؟ هو وزير، وزير التربيه والتعليم. ما كنعرفوش، جاتني الجواب بليد. مين كاينش شي مغربي وزير يقول ما كنعرفش العربيه؟ هذه مستحيله كاع، غير مقبول. خصو يحترم العربيه بان ميمشي هو لفرنسا، خصو يضرب يقدر العربيه بحال هما تيقدروا اللغه ديالهم. ربما باغي كيمزح معاها ولا كيتفلى معاها،
هذا تيضحك تيضحك عليا واقيلا. لا ماشي عادي بيان سور نورمالمون كنشوفها انورمال حيتاش بالنسبه لينا راه حنا مغاربه و سي نوتغ ريليجيون. ميمكنش سي ان بو اكزاجيري مي ماعرفش العربيه ميمكنش. انا بيني وبينك هو الوزير هذا ما متواضعش خصكم متواضع. بالنسبه لي انا غادي نشوف التعليم يعني نشوف التعليم كيفاش هو كيشوف التعليم واش بعدا هو كيعرف التعليم بعدا هو الاول ولا ما كيعرفوش. انا راه غادي معاك ماشي بحال داعش راني معاك ماشي باغي نعيشو مزيان حنا باغيين نعيشو مزيان. ما يمكنش وزير التعليم خصو يكون تيعرف العربيه. بالعكس الوزير خصو يكون كيعرف اللغه العربيه. ما انا ما نادو ولا كان وزير حتى خصو ضروري يكون عارف اللغه العربيه. ما كيتكلمش باللغه العربيه هذه راه مشكله. مشكله هذه فضيحه كبرى هذه. واش نقول لك هما كيكون الراي ديالهم هكاك هو يمكن هو تيعرف هو تيعرف ماشي ما تيعرفش غير هو جاتو الجواب ما عرفتش كيفاش جاوب عليه ديك اللحظه هذيك ما عرفتش كيفاش حيت بزاف ديال الناس تيديروا في الكونترير في واحد الوقيته تيديروا الكونترير فهمتيني باش صافي جاتو بحال ما هكاك هو اصلا كيما كنعرفوا زعما الصراحه الهضره ديالو في محله وهذا ولكن بعد الخطرات تيوقع بحال هكا السياسه. وما تنساوش الحلقه الجايه على اليوم 24 الا عجبتكم الحلقه بارطاجيوها وتابوناو ولي بونيس على تسوليزم في الفيسبوك. حرمنا كل شيء اباحي الا جهاد النكاح يا قاطع الراس وينك يا قاطع الراس وينك. تنتمنوا نعيشوا ويعيشوا تا هما ويكونوا على خير وبخير هادشي ما تنتمنوا لهم.